خطيبي مع واحد ما بعرفه. وهيدا كاسك وكاس مستقبلنا. تفدي انا كنت احلم بنهار انه اشوفك اول شي الصبح. وانا هيدا اول مره بعرف انه هالقد فادي بحبني. فضلت تهرب مع اول شاب الا بحبك على انه تعيش معك بالبيت. شو وينه هلا؟ شو هيدا فادي؟ ماني راجع على البيت، بدي اخذ كم غرض وضلني فالي. بس والله والله اذا بعد بتكسر شيء لحتى كسر لك راسك. كيف بابا؟ كيف انا اخوات؟ اشتقت لكم كثير. انا مأكد اني بعرفه. مين هيدا؟ هيدا اللي ساره تركتنا كرماله. ولو هيدا وجباتنا. مرسي كارول. بدي بس اقعد شوي لحالي وروي اعصابي. اوكي كارول، بحكيك بعد الظهر بتكوني رقتي وارتحتي. عبالك؟ كثير عبالي. كيف صار عصام اليوم؟ طمنا انه بطل في خطر نهائيا. الو كارول، انا عن جد ادمان. شو هالاصوات هيدي؟ وعدي فوت الضبيح هو اشرب كبيول. هيك هالمره كارول معها حق بي. ليش اي مره كارول ما كان معها حق؟ هلا هو بيستاهل فرصه ثانيه، بس ما بعرف اذا انا قادره اعطيه هالفرصه. نو واي. قولي لها لطنط هويدا انه ما تعطي الهم، مشكل صغير مثل العاده. سمر بالنسبه لإله ماتت. خلص الكاش، تاخدوا تشيك. وإذا عرفت إنه كذاب وإنه القصة ما كانت قصة ظهرة وحدة وبس، ساعتها خلص ما بقى في مجال للصلحة. اللي مش عاجبه البيت، الباب بفوت جمل. يعني عم فكر بما إنه تعذبتي وجبتيهم رح آخذهم معي. كيف كانت القعدة مع سارة؟ كانت إما بدها تجي لعندي، قلت لها ما تتعذب لأنه رح أرجع على البيت. طيب حبيبتي، خلص أنا جمعت جايبكم عندك وباخذ منك الكادو. كانت غلطة وبوعدك ما رح تتكرر. إن شاء الله. بعدني بحبه. شي طبيعي انك تكون بتحبها. لوين هالشنطة؟ ما تكون مسافر وتركنا. ليه انا في سافر واترككم؟ تالي شو قالت لك لما اعطيتك اياهم؟ قالت لي مثل الورقة. اي ورقة؟ طارق؟ انا مشاكلي كثيرة وكبيرة. اوف، اجتماع شغل بهالوقت؟ ما في احكي مع مرتي الا ما رسلت كلماتي لانه بتنهين كرامتها. قصدك طلاق يعني؟ اذا هيدا اللي بيريحك. من هالشر تنجينا، من قبل الضو ضو الحب.
الضو يا حلو الجو. ليش تهالشر دايما عم يطلع فينا دخلك يا ربي من هالشر تنجينا. ايه هشام هاي بدي اشوفك بكره من البيت وما تعطيني اعذار. في مواضيع كثير بدي احكيك فيها بس هيك تحتني مش كل شوي تقلي من كفي. اوكي يلا باي عفوقة ماشيين انك رديت. كريم شو بك؟ إلك يومين مش عبعدك. انا؟ ايه انت كأنه في شي شغل لك بالك. لا أبداً ما في شي. ما كنت عارفة إنه هالقد ما بتوثق فيي. ليه عم تقول هيك كارول؟ لأنه لو بتوثق فيي كان بتخبرني شو بك. مثل ما أنا عطول بخبرك شو بني. يمكن مشغول بالي لأنه عم نفتح شغل جديد بتاعك. طب خلص خلص كريم. خلص ما بقى تقول شي. أنا ما قصدي أتحشر لك بحياتك بس كان مشغول بالي عليك مش أكتر. بس أكيد مش لدرجة إنه أجبرك تخبرني حيلا شي كرمال تسكتني. سوري كارول سوري. عشو؟ أنا مشاكلي بعد لهلا ما بعرف شو هي ولا قادر احكي عنها. انا مشاكلي بعدني لهلا مش عم صدقها. لا ريس لا ما راح تخبريه مرتين. هلا بس اجي الرياض نقعد نحكي كلنا سوا. لك هيك رؤوسك لين ولا راس ولا نقطه. خلص اسكت وكل. شو بك هلا ما فيك تنطر؟ دخلك هذا صاحبك وين صار؟ مش عارف جاي ياكل معنا؟ شو بعرفني؟ على فكرة كثير طيبين هالتبولة، شغلك؟ كثير شغلة شو بدي خبرك؟ هول كلهم من خيرات عزيزة، شو بتعمل هي؟ بتطلع غدا لكريم، بقى هو ما بياكل فباكلهم أنا. اوعى تخبرها ها؟ حبيت إنه نقطي على شي سنة يعني. حبيت، فكرة منيحة. بشرفي كارول خبريني، شو بك اليوم؟ والله ما بعرف يا رانيا. ما تقولي لي رجعت اتخنقت مع فادي. بلا اتخنقت مع فادي. بس عم فكر بكريم. كريم يلي شغل لي بالي. كريم؟ ايه. امبارح كل السهرة كان قاعد ما حكى ولا كلمة. ما بعرف شو كان بيه، كأنه حسيته حامل هموم الدنيا فوق راسه. اليوم كمان عن طنط مريم ما كان على بعضه. جربت اسأله بس ما كان يقول لي. اكيد ما رح يقول لك. اكيد؟ ليه اكيد؟ شو بده يقول لك؟ بده يقول لك ايه مبسوط لانك رجعت انت وفادي، مغروم فيك وغيران عليك. رانيا بشرفك شو هالحكي هيدا؟ كارول اذا مانك ملاحظه بتكوني اكبر هبله. رانيا كريم صديقي مش اكثر. ايه بالنسبه لك صديق بس بالنسبه له انت شو؟ صديقة؟ أكيد صديقة. شك يا صديقتي. كريم رجال أعزب، شاف مرة حلوة قدامه منها كتير متفقة مع جوزها. شكت له همها وسمع له. وبعدين انغرم فيها. رانيا بشرفك، ما بقى تحكي لأنه مش مزبوط. أوكي، مثل ما بدك. امبارح نحن مسربين من السهرة. إيه. خلص خلص ولا شيء انسى الموضوع. شو صار احكي. مثل العادة فادي عمل لي سمة بدن سبقني على الأوضة. أنا ولحقته بسمع حرطة قدام الباب. بروح وبفتح الباب وبتنقوز بلاقي كريم فالل. ايه وشو يعني؟ كيف شو يعني؟ نحن سربنا الساعة 4:30 وجه الصبح. كل واحد منا فات على بيته. إنه وين معقول يكون رايح الساعة 4:30 وجه الصبح؟ دخليك ايه غريب، ليه ما سألتيه اليوم وين كان امبارح؟ كان بدي اسأله بس حسيته مهموم وما عباله يحكي.
قلت انا خلص بلا ما احرجه، بركي ما بده يقول انه ظهر بس رجعنا. يا حنونه بلا سالتي جرامي. كارول بدك انصحك نصيحه؟ ايه اكيد. خففي لصاحبتك مع كريم. شو قصدك؟ بتعرفي كثير منيح شو بيصير بالمره المجوزه اللي بتتعلق برجال تاني. انه فكرك يعني انا عم بتعلق بكريم؟ بليز كارول ما تعصبي، بس خلينا نحكي منطق. انه بشرفك رانيا، هلا اللي انت عم تحكي بتسمي منطق؟ ايه اللي انا عم بحكي اسمه منطق. مانك متفقه مع فادي، واجا كريم وواقف حدك واعطاك كل هالمعنويات وسمعلك وشكيتي له همك، كيف قولي ببلشوا ثلاث ارباع قصص الحب؟ ايه كيف؟ هيك بهالطريقه. بس انا بحب فادي. عن جد؟ عن جد؟ شو قصدك يعني؟ انت كنت تحبي فادي، هيدا من 6 سنين قبل ما يبلشوا كل هالمشاكل. من بعد كل اللي صار قد بقى من هالحب؟ هلا ما رحت قلي وين رحت قبل الضو؟ يورولا؟ شو كل ما بدي اظهر من البيت بدك تعملي لي منها قصه؟ شو تحقيق؟ لا قصه ولا شيء، بس بحياتي ما شفتك وعيت هالقد بكير، حتى نغم استغربت. نغم؟ اجت لتتروق معك، قال ما زال انت ما عم تروح تطلع عليهم، تجي هي بتطلع عليك، وصلت وما لقيتك. بسيطة. بكره بس افضى بنروح انا وياك وتالي بنطلع عليهم. دخلك ما سألتك طارق كيفه؟ دخيلك ما تجيب لي سيرته. ليه بقى؟ امبارح تخنقنا وفل زعلان، صايرين عقليته صغار. عقليته صغار؟ بس أنا ما على علمي إنه طارق عقليته صغار. يعني بحياته ما زعل من شي بلا طعمة. أكيد يا حضرتك عاملة شي أو قايلتي له شي كلمة مش بمحله. شو عاملة يا رولا؟ إنه ليك؟ ما زال عزمي 10 أشخاص، ليش ما قلت لنا نروح معك؟ ليش قدك انت رحت يعني؟ لك هيدا انت اللي بيسمع بفكره أبو المشاريع. وحضرتك مثل العادة مختفي. سألت بيك قال ما بيعرف وينك، وتليفونك منظر أصلاً بضل مسكر يعني عادي. يا خيي كنت عند مارك بالشارع الثاني، وبعدين تليفوني خلصت بطاريته. يعني ولا لو قلت لنا كنا رحنا. وأنا كيف بدي أعرف إنه أنت عند مارك؟ المهم هلا كان سهرة بتعقد. زويا كثير لذيذة وحرام هيك قد ما أنا مبسوطة فينا. كل شوية تحمل الميكرو وترحب فينا واحد واحد بالاسم يعني. وبعدين لما خلصت هي رقص اجت قعدت معنا على الطاولة وبقينا قاعدين الساعة 4. اصلا لو مسحتونا من هنيك كنا بعدنا لهلا قاعدين. ليك مزوقة زويا عن جد، انه من اول ما استلمت الشغل دغري عزمت اصحابها وجيرانها واحبابها. عن جد برافو. شو قصدك باحبابها؟ انه بدها اثنين يحكوا فيها. شو جهاد ما ينسكتت؟ انه شو بدك يعني اقول يعني؟ واليوم الصبح كمان عزبتني على الترويقه وحرام هيك مش مخليه شيء الا ما جايبته. إذا كان فرجينا شطارتك شو بك؟ غاشي. من البنت ميتة عليك، ميتة فيك. شو بك وين رحت؟ لا ماشي. هيك بس كنت عم فكر قد ايه اخذت معي وقت لحتى لاحظ انها سكسي. ما اللي شهر بقول لك انا. شو بك انت مثل اكل بوكس على راسه؟ ولا شيء بس شبعت. شبعت؟ ليه بعدك بتأمل فيها؟ قلت لك انا زويا مش لإلك. ايه من رياض معه حق. هلا بيناتنا يعني الحكي زويا مش لحدا، بتحسها بس هيك لتسلاي يعني مش اكثر. خي انا بدي اتسلى كمان. انا كمان بدي اتسلى. انت وجهك وش تسلاي؟ لزويا لو انعجبت فيك نتفه صغيره كانت راحت عليك. زمط زمطه. والله بعد البحث بالتدقيق كريم معه حق. شو بتحبي تشربي بيب؟ شو ما كان. تفضل استاذ. 2 قهوة بليز. قهوة؟ ما بشرب قهوة. بليز اورنج جوس وزيادة سكر. حاضر. كيفك يا عمري؟ ليه معصبة؟ شو قلت؟ عم بقول لك كيفك ليه معصبة؟ لا بعد كيفك. شو قلت؟ كيفك مين؟ كيفك شو؟ كيفك يا عمري؟ إذا أنا عمرك جانين شو بتكون؟ قلي.
سارة بليز بدي أعرف إذا أنا عمرك هي شو؟ شو بتقلي عمري كمان؟ إلا إذا أنا وهي عمرك بنفس الوقت. سارة روقي أوكي؟ ما رح روق، أنا ما جيت لهون لروق، ما جبتك لهون لحتى لروق، أنا جبتك لهون لأنه بدي أعرف، بدي أعرف مين من بيناتنا رح تلاقي، مين وأمتين؟ مين؟ سمر، سمر، يا سمر، شش، شو في؟ خلص الغداء؟ لا ما خلص الغداء، بس خلصوا المصريات. أي مصريات؟ أي مصريات؟ المصريات اللي عطتني يون سارة خلصوا، والمصريات اللي عطتهم مامي كمان خلصوا. شوف شو بدك تعمل. هلأ شو بدي بالمصريات؟ جعان بدي أكل. ما بصدق، عن جد ما بصدق، ما بصدق إنه كل بالك هو بطنك. أنت ما لك حس فيه أبداً رافي أبداً. بلا حس فيك. شو بكي؟ وحياتك حس فيكي أنا؟ لا رافي، أنت ما لك حس فيه أبداً. كل همك تاكل وتشرب بعدين تظهر مع أصحابك. وبس ترجع البيت تعال نسهر سهرة حلوة. من هيك جوزني رافي؟ من هيك؟ كرمال تلاقي مين؟ يعني لا بتحكي هيك؟ لأنه هيدا الحقيقة. مانك ملاحظ انه انا وياك لا بنسهر ولا بنظهر ولا بنعمل شيء سوا؟ طب الدهرات بدها مصاري. لكن جيب مصاري، روح جيب مصاري واشتغل. لقيت شغل وما اشتغلت يعني؟ مانك عم بتنبش رافي. يا عمي بلا، ما اصحابي عم بفتشوا لي على بكره الصبح، وانا بعد الظهر عم بروح فتش. رافي بتنام لبعد الظهر، كيف بدك تقنعني انك عم بتنبش على الشغل؟ يا حبيبتي ما هي خبريه علاقات بي ار. رافي ما بقى تضحك علي، انا مالي هبله، عمري 25 سنه كنت اشتغل بشركه كثير مهمه. يا عمي شو بدك انت؟ بمضي لك ورقه انه انت معلمه وكنت موظفه كثير مهمه؟ أنت كذبت علي، لما تعرفنا قلت لي إنه أنت معلم وعندك مشروع كتير كبير براسك. يا حبيبتي إذا معك شهادة بتكون أحسن مني أنت؟ أنا ما قلت هيك، أنا ما قلت هيك، أنا كل اللي عم بقوله إنك كذبت علي. لا لو كنت عارفة ما كنت جوزتيني؟ لا، لو عرفت إنك كذبت علي كنت عرفت إنه بيكذب مرة بيكذب 100 مرة. أنت كذبت علي بكل شيء رافي، بكل شيء. فرقتي؟ صار فينا نحكي؟ ليك هشام، أنا أكثر من هيك ما فيني كفي. تركت جهاد كرمالك نهار العرس وخليت الكل يكرهوني. مش تحت اللي أنت تقول لي يلا قربيت يلا قربيت. بدي أعرف. سارة، صرت أقول لك 100 مرة وضعي مش مثل وضعك. جنين بنت عمي، ما فيي أتركها بهالسهولة. خاصة بعد ما أنت تركتي جهاد نهار العرس. صار في مشكلة كبيرة. قول إنك مش حابب تتركها وما تحط الحق على الوضع. اللي بده يترك خطيبته ما بيشوفك اليوم. مين قالك انه انا عم بشوفك اليوم؟ كذاب هشام، انا مني هبلة، بستحلي شي مرض اقلك ويكون تليفونك مفتوح. بتعرف شو يعني؟ شو يعني؟ يعني انك معه. بستحلي شي مرض اقلك رح تقلك بونجور على بكره وترد علي، بتكون الست سبقتني. انه بيتها حد بيتي، كل يوم تقطع علي نتروق سوا قبل ما تروح على شغلها. والظهر؟ الظهر كمان شغله حد شغلك لحتى تتغدوا مع بعض او لقلك عشيه، لانه بيتكم حد بيت بعض تتعشوا سوا. صح ساره بليز اوكي. ليك يا شاب، اخر مره بسالك هيدا السؤال، بتحبني؟ شو هالسؤال هيدا؟ اكيد بحبك. فأذن معك شهر واحد، شهر واحد بس تعتل تتركها. بعد هذا الشهر تعتبر انه علاقتنا كلها خلصت، مكبت بزباله. سامع؟ لأنه أنا لحتى ضلني لا معلقة ولا مطلقة مش ماشي الحال. سارة ما فيك تزركيني بشهر، أنا ما بقدر أترك جنين بهالسهولة، بدي لاقي حجة. ما معقول، شو بدي إلا؟ ولا إيه، أنا لتركت جهاد نهار العرس شو كانت حجتي لخلك؟ كانت حجتك إنه بيك ما بده جهاد، بس أنا شو بدي إلا لجنين؟ آخر همي شو بتقلها؟ إلا اللي بدك إياه، آخر همي. أنا كل اللي بعرفه إنه معك شهر واحد بعد. مرسي على العصير، مع إنه ما إلي نفسي أشربه.
عزيزة. هاي سارة، كيفك حبيبتي؟ شو هلأ راجعة من شغليك؟ هلأ وكيلك صرت أشتغل حتى نهار السبت. هي بس السبت تشتغلي نص النهار ولا صار بعد الظهر؟ وين كنتي؟ نبي المشى بهالبلد؟ عجقت صرت تقتل حنفجر راسك. طيب اطلع الشاب فنجان قهوة عندي تتروقي راسك من وجعه. أخيرك طنط عزيزة، بدي أطلع أرتاح، دمت إجري أتحمل أرتاح شو بعدين غير مرة. لا لا لا، ما بدي ولا حجة، بدك تطلعي تشربي قهوة، إلي زمان ما شفتك اشتقت لك. خلص طنط عزيزة ولا غير مرة، بس خليني أرتاح بس اليوم. يا عمي أنا رح شغلك أشغل شاقة، كلها نص ساعة بتشربي قهوتك وبتروحي، ما رح يقروا بالبيت. طيب أوكي. يلا يلا يا دق. ليلي كمان بدك تزعليني منك؟ رجعنا للموضوع؟ ما انت بس تبلش باللعب بتنسى الكل حتى انا. الحق عليكي، انت بتعزمي الناس على اللعب وانا بضعف بس شوف لعبه. شو يعني؟ عم تعترف انه طاوله اللعب اهم منه؟ فشل، انت قبل كل شيء. بس الشباب ببلشوا لعب ما بقعد يخلصوا للصبح. ومع اللعب والشرب والخساره الإنسان بيتغير مزاجه وما بيقعد يقدر يعمل شيء. إيه خلص لك أنا بلا ما نعمل شيء. كيف بلا ما نعمل شيء؟ كيف؟ لك ما أنا رح موت لنعمل شيء. أنت بتعرفي أنا شو بحس بشوفك؟ بحس بدي بس 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 نحن بالشغل. بعدين بصير بدي أتشك عليك بتهمة التحرش الجنسي. لك تشك علي وحبسيني وقتليني وتبحيني أنا قبلين. أوكي زنبك عجنبك. شو رأيك أجل رد خسارتي لبكرة والليل أسهر أنا وياك سوا؟ ييه بس أنا عازمة الجماعة. الغير العزيمة أو لك هيك؟ أكيد هيك، الليلة قلنا أنا وياك سوا وحدنا. أوكي بس بس شو؟ بس إنه ما بلحق خلي الشغل وروح زبط جمالي وكمان أحضر عشاء. وليه تتحضري عشاء؟ منطلب عشاء. هلأ هيدا كله بس لأنه خايف يشوفونا سوا؟ شو قصدك؟ شو قصدي؟ بدل ما تقلي إنه عازمك على عشاء برا بتقلي منطلب عشاء؟ مثل المستحب التاني. أنا مستحي فيكي؟ أعوذ بالله. نقي أهم وأحسن مطعم بالبلد ومستعد تعشى فيه أنا وياكي على عينك يا تاجر وقدام كل الناس. عن جد؟ أكيد. لكن أنا منتعشى بالكازينو. ليه لا؟ نتعشى بالكازينو. انت اموري وبس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرسي طنط عزيزة. تقبريني تغديتي جوعانة؟ أنا عاملة كوسة بسبلك صحن. مرسي يا حبيبي أكلت بالشغل ماني جوعانة بقى خلص. يا حبيبتي ليش ضعفانة هيك؟ لا ماني ضعفانة أنا منيحة. ما تكوني زعلانة كرمال سهرة مبارح. أي سهرة؟ ما زويا عزمتنا على سهرة. زويا عزمتكم على سهرة؟ إيه عملت كونترا بمطعم جديد وشلت لنا الطاولة وعزمتنا. لا شو بدي يكون زعلانة؟ أكيد مش زعلانة من هالموضوع. أنا قلت بركة لأنه عزمت الشباب. أي شباب؟ فادي وكارول ما خبروكي؟ وكريم وجهاد. ما حدا خبرني. لا يا 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 كتير سلينا الملعونة. شو حلوة على المسرح، مش معقول شو مبينة كانت حلوة إلى طلة وسكسية. إيه عطولنا طاولة مثل هون وهنيك. شو بدك أكل طيب لذيذ؟ شو بجنن والمطعم بجنن بجنن. تركي لي الأكل والطاولة والمطعم. زويا بترقص منيح؟ والله رقصها ما بيشي وهالرجال ما شالوا عيونهم عنا. حتى أبو توني والشباب؟ ليه طفيق والشباب منو رجال؟ بس هي حبيبتي ما شالت عينها عن جهاد. كانت كل الوقت عم ترقص له وعيونها بعيونه هو ها عمل هيك مشدق عليها. جهاد؟ اي جهاد. ليه عم تستغربي؟ جهاد منه رجال منه شاب.
اصلا يعمل اللي بده اياه، انا وياه بطلنا مع بعض. ليك بدي اخبرك سر. شو؟ عبكره شفت جهاد طالع من عند زويا، اكيد كان نايم عندها. لا اكيد ما كان نايم عندها، اصلا انا رايحه على الشغل شفتهم طلعوا مع بعض لفوق على البنايه. أي شو بتفرق؟ يعني كان عنده شو عم يعمل عندها؟ لا بتكون عزمته على شفة قهوة، شو من ضروري تكون نمت عنده؟ زويا بدها تعزمه على شفة قهوة؟ ايه؟ بعض ناس تقولي اللي عم تحكي معه سياسي كمان. طنط عزيزة خلص خلص، هو حر يعمل اللي بده اياه، أنا طلعت من الموضوع. ايه معك والله، وأنا فرحت لقرعتي. أنا كنت مفكرة إنه زويا ضاربة عينها على توفيق، طلع لا، لما شفتها مع جهاد ارتاح بالي. وأنت حبيبتي كيفك؟ أنا منيحة. يعني ما في حدا هيك هيك؟ كيف بده يكون في حدا هيك هيك؟ بعدنا شي تركة جهاد بعد ما طلع من راسي. سارة أنا مرة مثلي مثلك. ها شو يعني؟ يعني ما فيش مرة بتترك رجال بتحبه كانيل إلا ما يكون في واحد تاني بالجو. مش مزبوط، وخاصة إذا رجال بحبها وبيعبدها ومانو نسوانجي إيه وهيك، يعني شايفة مش مصدق. كانت عزيزة أنا البابا ما كان راضي عليه. لك حبيبتي اسمحي لي قلك إنه بيك حمار. ليش كان بي جهاد؟ جهاد بجنني. ما في منه إيه، بس إنه ضليتني معه 6 سنين وآخر شي حسيت إنه حبي لإله خف. خف؟ خف عندك مش عنده؟ نحن شفنا شو صار فيه لما تركتيه. ليك إيه؟ قليلي. بيستاهل التاني تترك جهاد كرماله؟ أنا طالع البيت كانت عزيزة. اطلعي حبيبتي انت حرة، بس ليكي بس تعوزي نصيحة من مرة شابه شعراتها ومجوزة 4 مرات وبتعرف جنس الرجال، بتعرفه كتير منيح، تبقي تعال عندي ما تتلهم، سرك ببير. باي باي. سجيل مجد، نحن من أمتين أصحاب من زمان. لا سؤال من زمان، ومن وقتها ولا مرة حدا خبى شي على التاني. بعرف لهون بدك توصل، ما تكفي يوسف، نحن أصحاب كتير أكيد، ويمكن لو كان عندي خي ما كنت رح أحبه قد ما بحبك وبحترمك، بس بترجاك ما تضغط علي خبرك شي أنا مني حاضر هلأ أني خبرك إياه. مجد أنا عم بطلب منك تخبرني لأني مثل خيك، حاسك واقع بمشكلة كتير كبيرة، إذا خيك ما ساعدك مين بده يساعدك يا زلمة؟ مجد خبرني، يمكن أنا فيي حللك إياها. يوسف ما حدا في ساعدني بهيدي المشكلة، أنا الوحيد اللي فيي حلها. طيب اللي في شي مشكلة بالشغل كبيرة مثلا؟ هلا ما فيه لك، بس يمكن لما تخلص القصه خبرك، بس كون اكيد انه انت اول واحد راح يعرف. طيب خليك على رياحتك، بس اهم شيء ما يكون في شيء خطر. لا تطمن ما في شيء خطر. منيح. قالت لي رولا انه خبرتك شو صار مع طارق. ايه خبرتني، قالت لي انه زعل وفل لما شافك عبطها. ما كان قصدي، بس هو ما لقى يجي غير بوقت الحشرة. كيف يعني وقت الحشرة؟ كانت زعلانة كتير ورح تبكي، وما لقيت حالي إلا عبطتها، وقلت بقلبي أكيد لو مجد هون كان عمل نفس الشيء. أي أكيد دايما الخي بواسق أخته وبيعبطها لما تكون زعلانة، لما معه حق طارق يزعل أبدا، صايرين عقلاته صغار. ما هيك؟ أي أكيد أكيد. يلا امشي نفوت نشوف تكون ناطرتنا. الشر تنجينا من قبل الطوب.